ماذا عن غرامة كهرباء؟ بقالنا أيام وشهور نتحدث إن الغرامة قربت، الغرامة بتتسدد، الغرامة دفعت، في أجزاء راحت، في يعني الوضع إيه؟ بص يا كريم، أنا لحد النهاردة مثلا الساعة 7-8 كنت على علم إن كهرباء قبل يوم 3 أغسطس هيدفع الفلوس بتاعت الغرامة عشان الاجتماع اللي متحدد ليوم 3 أغسطس، وإن بعديها هيتخذ يعني في قرار هيطلع بعديه بالإيقاف. أنا كلمت مصدر مهم جدا في القصة واكد لي ان كهربا مش هيدفع الغرامه قبل 3-8 ولا الكلام ده، وانه لسه بعد جلسه يوم 3 دي عنده مهله، يعني ممكن تقعد شهر او شهر وي كمان. لا انت دلوقتي بتقول لي مفاجاه كبيره بينا. والايام كبيره عشان هيتقابل. لا ما اصل انا بقول حاجه على مسؤوليتي. هنتقابل. انت بتقول لي انه كهربا الغرامه مش هتتسدد قبل يوم 3 اغسطس وممكن يبقى في شهر كمان. بالظبط. يعني انا سالت حد مهم في القصه ايه الجديد، الموضوع يوم 3 هيدفع، فتقال لي لا في تطورات واني مش هيطلع قرار في جلسه، مع ان انا شفت الجواب ومكتوب فيه ان في جلسه يوم 3-8 بعديها هيتم معاقبه اللاعب. فلما سالت، واحنا دلوقتي كلنا بنتفاجئ كل فتره بيبقى المفروض مستنيين عقوبه او مستنيين سداد، فمبلاقيش لا سداد ولا عقوبه. ايوه بالظبط. فسالت هل الموضوع اتكرر؟ قالوا لي بالفعل مش هيتم سداد الفلوس قبل يوم 3-8 او الكلام اللي بيتقال ده، وان لسه في مهله ممكن اللاعب يقعد شهر بعديها وبعد كده يفكر يسدد. طبعا الموضوع ده يعني هيعمل صدمه للمسؤولين في نادي الزمالك او الناس الزملكاويه اللي بيمنوا النفس ان كهربا يدفع الغرامه طبعا. والمعلومه دي كانوا بعتوا جواب رسمي للاتحاد الدولي بيخاطبوا فيه الاتحاد الدولي بيأكدوا ان يجب مخاطبه محمود عبد المنعم كهربا بسداد مبلغ غرامه على الحساب الرسمي الخاص باتحاد الكره المصري، لان احنا الحساب بتاعنا فيه مشكله، وده جواب اتبعت فعلا من نادي الزمالك للاتحاد الدولي، الحساب بتاعنا فيه مشكله، فبرجاء ارسال رقم الحساب الخاص باتحاد الكره للاعب والمحامي بتاعه عشان يحول الغرامه عليه. لا انت هنا بقى فتحت لي سكه ثانيه هسالك فيها انت وهواري. ده انا بديك تاكيدا للمعلومه بتاعتي. وقالوا ان احنا يعني بناء على التحويل اللي هيحصل لاتحاد الكوره المفروض يعني هنسدد الغرامات الخاصه او العقوبات اللي علينا الخاصه عشان يرفعوا ايقاف القيد. بالظبط، عشان نرفع ايقاف القيد عن النادي. فدلوقتي حصل تطور جديد او حصل يعني لخبطه في القصه، ومعلومه دي احنا مع بعض يعني. طيب احنا لو في العمر بقيه احنا مع بعض. المعلومه دي عظيمه جدا، بس في نقطه عايز اسال فيها هواري. طيب لو دلوقتي كهربا قرر، انا انت قلت حته كده في النص مش المفروض تتفوت، لو كهربا قرر انه يبعت الفلوس دي على حساب نادي الزمالك، وانا بعت الفلوس ماليش دعوه، حساب نادي الزمالك زي ما الناس كلها عارفه خلاص محجوز عليه، والزمالك عايز الفلوس توصل لحساب اتحاد الكوره عشان يبدا يستخدمها. طب لو ده حصل الموقف هيبقى عامل ازاي؟ من ناحيه الزمالك ولا من ناحيه ايه؟ من ناحيه الزمالك فلوس يعني. بص، زي ما ابو علي بيقول كده، انا اختلف بس معاه في الاول، هرد عليك في سؤالك بس انا اختلف مع ابو علي. اللي انا عارفه من ناحيه الزمالك، لا ان هو يوم 3-8 ده قرار كلنا عارفين كده. لو ما سددش، ما احنا كلنا لسه قايل لك احنا كلنا عارفين ان قبل 3-8 لازم يدفع. ما اعتقدش ان انا لسه لحد ما كنت بتكلم عندي على القناه بقول ان لازم يدفع قبل 3-8 وخلاص وبيجهز. انا المعلومه دي متاكد منها زي ما متاكد ان انا قاعد معاكم. تطور يعني، ومن تطور ومن مصدر ما يعني ما هي القصة هتتحسم خلال 48 ساعة من ناحية الزمالك. لو كهربا قرر كده، أنا ما أعتقدش إنه هيعمل كده. لو كهربا قرر كده أكيد ده هيبقى أزمة كبيرة طبعا لنادي الزمالك. أنت مشكك فيها هواري؟ لا هو لا بس ده بيرد على سؤالي أنا. لو كهربا بعت الفلوس على حساب نادي الزمالك، على الحساب بتاع نادي الزمالك هي طبعا اكيد ازمه كبيره، لكن انا بقول لك هيبقى في لينك. طالما اتحاد الكوره، لو اتحاد الكوره بعت للفيفا ان هي اتبعت، يبقى الفيفا هيجبر كهربا انه يبعت على الحساب بتاع اتحاد الكوره عشان في مشكله في حساب الزمالك. ما اعتقدش ان هو ليه حريه اختيار الحساب يعني. طيب.